شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ في أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر. وقام أعضاء مبادرة إبدأ بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية هم توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل.